عندما فتحت مؤسسة الشؤون الدينية أبوابها لتلقي واستقطاب طلبة العلم في 12/3/2018 كان عدد المساجد في هذه المحافظة التي تقام فيها الصلاة 12 مسجد. الآن بفضل الله عز وجل وبفضل القيادة الحكيمة في هذه المحافظة الآن لدينا 80 مسجد قائمة بأكملها، تقام فيها الصلوات الخمس وتقام فيها خطب الجمعة، لله الحمد والمنة. وعندما دمروا تلك الفئات الضالة، دمروا الكنائس دور العبادة للأديان الأخرى، الآن الكنيسة الأولى التي تقع في جانب حديقة الرشيد العمل فيها على قدم وساق، وبقي عليها أيام وتنتهي هذه الكنيسة من الأعمال. ونقول لأحبابنا النصارى أن يعودوا إلى بلادهم وأن يعودوا إلى أعمالهم وأن يعودوا إلى ديارهم، فإن الكنيسة قد جهزت بالكامل. من الذي يقوم فيها القداس؟ أليس أنتم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم تعودون إلى بلادكم وإلى دياركم، ونحن أحبة في الله عز وجل. اليوم في هذه الفرحة المباركة من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا طالما هذه الفرحة انحرمها هذا البلد في فترة يعني لا يستهان فيها، وها هي تعود ومنذ 3 سنوات في هذه البقعة المباركة في الإدارة الذاتية. لطالما الإدارة الذاتية اتهمت بأنها ملحدة وأنها لا تقيم الشعائر الدينية، وها نحن نرى في هذه المدينة وفي هذا المجلس المدني المبارك مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، تجتمع فيه طلاب العلم السياسيين مع أهل الشعائر الدينية. تقوم المؤسسة الدينية بعناية المجلس المدني إقامة هذا المولد المبارك من مولد النبي صلى الله عليه وسلم.